الجميلة صفاء والرائعة نيلي، أشكرك ولا أشكرك؟ ده أحمد علي الجبالي من تونس. بصراحة أنا لا أصدق أنني أخيرا سوف أشاهد في ساعة صفاء النجمتين الجميلتين صفاء ونيلي يتحاوران وتغنيان ويمتعان بساعة من أحلى ساعات الصفاء. وسوف أسأل العزيزة نيلي، لقد شاهدت رائعتك انقلاب، ولكني حزنت كثيرا على عدم تسجيل هذا العمل تلفزيونيا، وما أدهشني حقا توقف هذا العمل فجأة وكثرة الخلافات حوله، ولكن لماذا وقفتي تتفرجين فقط يا نيلي؟ لماذا هذه السلبية تجاه ما حدث؟ تقبلي تحياتي، أحمد علي الجبالي من تونس. أنا كنت سلبية جدا، عنده حق أحمد والله. مظبوط، بس هعمل إيه؟ يعني اتنين مختلفين مع بعض. أيوه، ودخلوا في قضايا، أنا أقدر أعمل إيه؟ ما حاولتيش تصلحي بينهم، تقربيهم لبعض؟ حاولت، ده كان قبل ما تتوقف الرواية. يعني كان في قبل كده مشاكل حاولت أصالح. بس أنا هو عنده حق، يعني أنا سلبية. بس هعمل إيه اللي أقدر أعمله في موقف زي ده؟ ما تقدريش أعمل حاجة. وفعلا هو عنده كل الحق. طب هل الخلافات دي كانت بخصوص العمل ولا اي مشاكل شخصيه، ضغائن حصلت دخلت ولا ايه بالظبط؟ لا، ما فيش مشاكل شخصيه خالص، هو بس يعني انا مش عارفه التفاصيل ايه بالظبط، لكن انا فاكره ان ايمان كان عيان او حاجه زي كده لا مش فاكره بالظبط، يعني ما اقدرش اقول حاجه مش عارفاها. طب نشوف شاشتنا في المنطقه دي. اتفضل. هو انسحب في عمل الخلاف، انسحب من المسرحية بدون، فاختلفت معاه بدون اسباب، انسحب فجأة وبدون انذار وبخديعة كمان. وسافر امريكا علشان يشتغل في عمل تاني، و و و وحفاظا على ماء الوجه انا مش هقور كراية علشان يشتغل لي حفلة. يا ريت غير الحفلة. هل مش ممكن يكون في ناس بتوشي أو بتوقع بين مثلا المخرج والممثل أو بتقول له معلومات خاطئة، ولا حضرتك تأكدت من الكلام؟ أصل دي قضية بتتداول في المحاكم بقالها دلوقتي 10 سنين، فدي المحامين اللي أثبتوا الكلام ده مش أنا يعني. انا مش هقدر افيدك بحاجه يا حبيبتي، انا ما اعرفش حاجه عن اللي بيقول، يعني ما اعرفش ما اعرفش اي تفاصيل، ما اعرفش اي حاجه خالص. ما تعرفش حاجه عن الموضوع؟ لا ده لا خالص. يعني انت ناسيه خالص، مش عارفه. لا لا، انا ما اعرفش التفاصيل ايه. انا اعرف ان ايمان ما جاش مره، وطبعا كان الجمهور موجود وجلال حقيقي، يعني حرام رجع التذاكر وكده، لكن اللي انا سمعته يوميها انه كان عيان، لكن جلال بيقول انه سافر، كان عنده شغل. ما عنديش فكره خالص. ما تعرفيش تفاصيل؟ لا ما اعرفش تفاصيل. هعرف ازاي؟ لا يعني ما سالتيش ايمان مثلا عشان تصلحي بينهم؟ لا لا، ما شفتش ايمان. لا اصلح بينهم كان قبل كده، انما ساعتها انا ما شفتش ايمان خالص. طب نضيف حاجة تانية على شاشتنا؟ تفضل. هو كان متوقع أن هذه المسرحية تحقق إيرادات خيالية فلم تحققها. ده ممكن يحصل في أي عمل يعني. جميل. ولكن اللي كتب على الانقلاب شيء مرعب، شيء مرعب. كتب يا تأليف صلاح جاهين؟ صلاح جاهين، لكن هو كان عامل حاجة اللي ترنا ماجيكال، اللي هي اللي بيستخدم السينما مع المسرح. أيوة عاملها، ولكن كان تلحين الأستاذ محمد نوح. وكانت مسرحية كلها غنائية تقريبا، يعني حوالي 2:30. أنا كنت بعمل حركات كل يوم كأني بلعب ماتش كورة بالظبط. ليه؟
بنط من حاطين لي كرسي بحط رجلي عليه وامسك في الشاشات من فوق واروح عامل جسمي كده واروح نازل واقعد اتزحلق على الارض واتخبط في ركبتي 3-4 مرات وانا عارف ان الخبط في الركبه ده ممكن يسبب لي ميه في الركبه عشان لعيب كنت لعيب على الكوره. ابتدت ركبتي توجعني فطلبت منه اجازتي. فقال لي لا عادل امام هيقفل يوم 18/9. طب انت مالك؟ احنا بقى عندنا بقى بيبقى فيه 6 صفوف. يعني 30/31 أغسطس 6 صفوف. وانا عندي كمان ورقه هو مقدمها للمحكمه فيها الدخل بتاعه. فانا بقول له انا محتاج اجازتي واحنا ما لسه فضلنا 3 شهور اجازه ولا 2 شهر اجازه يعني لازم تديني الاجازه بتاعتي. فانا طبعا كان كل الناس بتقول لي خلي بالك من جلال، خلي بالك جلال معاك ايه، جلال معاك ايه. لهم كويس الراجل مفيش حاجه. فبيني وبينك كنت حريص. فمثلا ابعت مره جات لي حمى. بعت التلغراف رسمي فلقيته جاي بالدكتور بتاعه والبيت عندي. بالدكتور وبالممثلين. ان في ناس قال لك لا ده عنده حفله تلاقيه عنده مش عارف ايه، فراح جاي بالدكتور بتاعه بالممثلين داخل وسلامتك وخير وفي ايه. والدكتور كشف عليا قال له عنده حمى وراح 10 ايام. الدكتور قال كويس. دي ما حصلش فيها مشكله، خدي بالك اللي انا بحكوا لك ده. ريحت انا. كان عندي اجازه الثلاث، ريحت الاربع ونزلت له يوم الخميس عشان الخميس بيبقى زحمه. ايوه بعد يوم واحد بس. بعديها ركبتي وجعتني فقلت له انا عايز اجازه اخدها مع يوم الثلاث الاجازه عشان يبقى يومين ورا بعض. عشان ما تعبش. قال لي لا. قلت له ازاي؟ قلت له عشان اقدر انزل يوم الخميس. والخميس بيبقى اكثر زحمه. فقال لي لا. فحسيت ان هو بني ادم الموضوع عنده مش دايما بيبقى رفيق يعني. ولما جالي البيت بالدكتور ما ينفعش اقول له ان انا في حاجه بتوجعني وهي ما بتوجعنيش والا هيبقى جابس عليك بالدكتور طبعاً. جابس عليك بالبوليس كمان طبعا. فالمهم بعت له تلغراف رفضوا يستلموه، رحت اعمل محضر في الاسم. تمر الايام. تمام. رحت بعت تلغراف قبلها باسبوعين ان انا محتاج اجازه من يوم 4/9 قبليها باسبوعين. انا محتاج اجازه عشان انا ابتدت ركبتي ومحد وقلت له بصراحه قلت له لو انا وقعت ما حدش هيسال فيه. صحيح. يعني في الفن كده طول ما انت واقفه وبتدي اهلا وسهلا، لكن لو ما عطيتيش خلاص. المهم يوم 4 جاب لي ورقه عشان امضي عليها بقى ان كل الفنانين اتفقوا ان هم يقفلوا يوم كام؟ يوم 18. فرحت كاتب على الورقه سبق ان اخبرت سيادتكم بجواب علم الوصول اني محتاج اجازه يوم 4/9. دي نهايه اخر يوم علي عمل. فالمهم لقيته جايب لي بوليس بره. البوليس وده الشيء اللي هو طبعا استفز رفضته للفنانه نيلي. وازاي تجيب لي فنان بوليس بره وكل ده عشان ياخد اجازه وانت بتخسر؟ انت بتكسب. قلت له بتكسب والله من عندي ومن عندي طبعاً. لكن انا بخسر صحتي وانت بتخسر فلوس. انا لما لقيت في واحد جاي يحقق فقلت لجلال قلت له يعني ما ينفعش انك هو بيقول لي انا بثبت حاله يعني. قلت له بس ما ينفعش فنان يجيب لفنان بوليس يعني. بوليس بس هو عارفه هو ايمان منفعل بالموضوع وجلال منفعل بالموضوع لان هم اطراف. انا مش طرف يعني. انت مش طرف برضو بس الواحد بيبقى في المسرح بيشعر بتبقى في عنده مشكله لانه بيبقى المسرحيه اسمها برضو مسرحيه نيلي يعني مش اي مسرحيه لاي حد صح يعني. لما يبقى هو البوليس جاله ما اعرفش ايه وحاجات زي كده كان ممكن يعني الامور تهدى شويه حاجه. وانا اعترضت على حكايه البوليس دي. لكن هعمل ايه؟ لكن انا كلامي لما خدوا كلامي يعني كنت على الحياد لان لا اقدر اضايق جلال ولا اقدر اضايق ايمان. زي ما انا بعترض على ان يبقى في بوليس لازم اعترض لاي فنان زميل ليا ان جلال زميلي وايمان زميلي. صحيح. يعني الاثنين عزاز عليا والاثنين غاليين عليا. فانا موقفي محرج جدا. صحيح. لا اقدر ابقى مع ده ولا اقدر ابقى مع ده. بحييكي على مواقفك الجميله ودبلوماسيتك العظيمه. ربنا يخليكي والله. ميرسي يا تامر.